مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده عايزين نعمل اوفر فيو على اوكسايدز، بيزك اوكسايد، اسيدك اوكسايد، امفوتريك اوكسايد. عاوزه اعمل اوفر فيو على الهيدروكسايد وكمان الاوكسيديشن نمبر. ليه؟ لان الحته دي يعني فيها سؤالين مقالي عليها 4 درجات غير طبعا الاختيار. قبل ما نبدا في حل الاوكسيديشن نمبر، احنا ممكن نقول كده او نفتكر مع بعض. ايوه، نفتكر مع بعض ايه؟ نفتكر مع بعض ايه هي الاوكسايدز. الاوكسايد كان عندي 3 انواع منه. اول حاجه كان بيزك اوكسايد، تاني حاجه كان اسيدك اوكسايد، تالت حاجه كان امفوتريك اوكسايد. طب انا اعرفه ازاي؟ بخلاف بقى ايه البروبيرتيز بتاعته، انا اعرف ان ده بيزك اوكسايد ازاي؟ لو لقيت الاو مع حد من جروب 1A او حد من جروب 2A يعني ميتال، فالاوكسايد ده نوعه ايه؟ بيزك. طب يعني ايه بقى بيزك؟ يبقى الحته دي بتقول انا اعرفه ازاي؟ انا اعرف البيزك اوكسايد ازاي؟ لو لقيت ان الاكسجين مع حد من جروب 1A او حد من جروب 2A، تمام كده؟ يعني ميتال، يبقى ده كده نوعه بيزك اوكسايد. طب يعني ايه بيزك اوكسايد بقى؟ كده انا عرفته ازاي؟ يعني ايه بيزك اوكسايد؟ يعني هيعمل ديزولف ان ووتر ويديني الكالاي سوليوشن، يعني هيعمل رياكت مع الاسيد ومش هيعمل رياكت مع البيز. طيب يعني ايه اسيدك اوكسايد؟ يعني هلاقي الاو مع حد من النون ميتال، هلاقي الاكسجين مع حد من مين؟ من النون ايه؟ النون ميتال. طيب معنى ان هو اسيدك اوكسايد يعني ايه؟ يعني ديزولف ان ووتر ويديني اسيدك سوليوشن، يعني رياكت مع البيز، يعني هو بيعمل رياكت مع العكس، doesn't react مع الاسيد، ما بيعملش رياكشن مع اسيد، بيعمل رياكشن مع البيز، بيدوب في الميه ويديني اسيديك سوليوشن. طب يعني ايه امفوتيريك؟ يعني هم محفوظين عندنا زد ان او او اي ال 2 او 3 او اس بي 2 او 3 او اي اس 2 او 3 او التن. يعني ايه التن؟ قصدير، والقصدير اسمه التن ورمزه اس ان، زي الانتوميني اسمه انتوميني ورمزه اس بي، تمام؟ دول انفوتيريك. يعني ايه انفوتيريك؟ يعني بيعملوا رياكت مع الاسيد وبيعملوا رياكت مع البيز، مره يشتغلوا كاسيد ومره يشتغلوا كبيز. يبقى ما حدش بيعمل مع نفسه. اسيدك نوت رياكت ويز اسيد، بيزك نوت رياكت ويز بيز، انفوتيريك رياكت ويز اسيد اند رياكت ويز بيز، وما بيقولش لا، وبنقول عليه متردد. ده بالنسبه للاوكسايد. طب مين هي الهيدرو اوكسايد؟ معنى هيدرو اوكسايد يعني او اتش معاها جزء بوزيتيف، او اتش معاها جزء بوزيتيف. الجزء البوزيتيف ده، الجزء البوزيتيف ده يا ميتال يا نون ميتال يا المنيوم. ايه ميس، انتي شرحتيها بطريقه غريبه كده دلوقتي. ما انا مش هشرحها بنفس الطريقه، انا مفروض مش بعيد، انا مفروض بقولها لك بطريقه تانية فتفهم افضل. طيب البوزيتيف ده يا ميتال، يعني ايه ميتال؟ انا مش لما اقول لك ميتال فانت تقعد تحفظ، لا، هو يعني ايه ميتال؟ ميتال يعني لارج اتوميك راديوس ويك اتراكشن فورس، بيعمل لوز للالكترون بسرعه. معنى ان هو ميتال يعني اتراكشن فورس ضعيفه، يعني البوند دي ضعيفه فهتتكسر ويبقى كده هو ايه؟ بيز. تاني كده، يعني ايه الجزء البوزيتيف ميتال؟ يعني لارج اتوميك راديوس اتراكشن فورس ضعيفه، فهكسر البوند دي فهتدينا او اتش. طب يعني ايه نون ميتال؟ نون ميتال يعني small atomic radius strong attraction force، فالاتراكشن فورس هنا قوية، فهيحصل ايه؟ فهنكسر هنا
وهتدينا ال H وتبقى ionized as acid. طب يعني ايه الومنيوم؟ الومنيوم يعني ال attraction force ما بين ال AL وال O قد ال attraction force ما بين ال O وال H، وفي الحالة دي بيكون amphoteric، وفي الحالة دي بيدينا ال H او يدينا ال OH، يا يدينا H ويبقى acid يا يدينا ال OH ويبقى بيز، فبنقول عليه لو هو الومنيوم يبقى هو amphoteric، كان ionized as acid and ionized as base. معنى ان هو non metal يعني ال attraction force ما بين الام والاو اعلى من الاو والاتش. معنى ان هو metal يعني ال attraction force ما بين الام والاو اقل من الاو والاتش. بس هو انت مش قلتي انه بوزيتيف؟ ليه اديتي له رمز الام؟ لان هو هيعمل لوز. اديته رمز الام لان هو هيعمل لوز. احنا في الكيمستري الرموز مش قصتي، بس كومنلي بنقول ام لو هيعمل لوز، وبنقول اكس لو هيعمل جين ان جنرال، بس مش ده الاساس. يعني ممكن اقول عليها A، ممكن اقول عليها B، ممكن اقول عليها Y، تمام؟ انما احنا ان جنرال بندي رمز ام للي هيعمل لوز، وطبعا هو هيعمل لوز لان معاه O، والO اعلى الكترونيجاتيفتي ما عدا الF. سؤال بطريقة مختلفة، الM ممكن تبقى اي element في البريودك تيبل ما عدا الفلورين. الM ممكن تبقى اي element في البريودك تيبل ما عدا الفلورين. طب اش معنى؟ لان معنى ان هي مع الO فهي بوزيتيف، يعني هي اقل منه في الالكترونيجاتيفتي. انا الO اعلى من كله ما عدا الفلورين، فهنا ما ينفعش يبقى فلورين عشان الفلورين مش هيعمل لوز لو هو مع الاكسجين، تمام كده؟ طيب يبقى ده كده بالنسبه للهيدروكسيد. بعد كده اخذنا الاسيديتي، والحته دي هيجي عليها سؤال مقالي. مس هبدا دي يعني انت واثقه ان هو شفت الامتحان؟ لا، هو في مواصفات جايه من الوزاره مش جايه لي انا، هي جايه على عموم المدرسين كلنا عارفين، مش انا بس اللي عارفه، كل الناس عارفه ان الجزئيه دي جاي فيها سؤال مقالي عليه درجتين. طيب ايه هي الاسيديتي؟ انا دلوقتي الاسيد قوي او ضعيف؟ لو انا جيت قلت لك اتش بي ار، جيت قلت لك اتش 2 اس او 4، جيت قلت لك HCl، جيت قلت لك H3PO4، وبقول لك مين اقوى؟ ما ينفعش. ينفع اقارن ده بده؟ ما ينفعش اقارن ده وينفع اقارن ده بده؟ ما ينفعش اقارن الاثنين دول، او مش عليا المقارنه بتاعتهم. دول بيتسموا normal acids، الاسيدز الطبيعيه، ودول بيتسموا oxygenated acid اللي هي الاسيد اللي فيها اكسجين. مني ليك الاكسجينيتد اعلى من النورمال، لان وجود الاكسجين بيديها قوه وثبات، بس مش دي قصتي. لو انا نورمال فهتلاقي ان الاتش كل ما هي بروديوسد ايزير، كل ما ايونايزد ايزير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما بيديني هيدروجين اسرع كل ما بيكون اقوى. طيب انا كده بقارن اتش اف ب اتش سي ال، ب اتش سي ال، ب اتش بي ار، ب اتش اي. طيب الاف هي اصغر راديوس فيهم، السي ال اكبر سنه، البي ار اكبر واكبر، الاي اكبر خالص. طيب هنا كل ما الراديوس يكبر كل ما الاتراكشن فورس تبقى ضعيفه، فهتديني الاتش بسرعه. يعني ايه؟ يعني الاتش اي اقوى من الاتش بي ار، اقوى من الاتش سي ال، اقوى من الاتش اف. دي كده بالنسبه للنقطه الاولانيه. طب لو هما اوكسجينيتد، لو هقارن بين ده وبين ده هتعملي ايه؟ لا، لو هو اوكسجينيتد اسيد، يعني ايه اوكسجينيتد اسيد؟ يعني اسيد جواه اكسجين. لو هو اوكسجينيتد اسيد هيبقى فيه فكره تانية خالص. طب ايه هي الفكره؟ الفكرة ان كل ما number of oxygen atom free increase كل ما ال strength of acid هو كمان increase.
يعني كل ما النمبر اوف اوكسجين اتوم فري انكريز كل ما السترينث انكريز. هو بيقارن ما بين H2SO4 و H3PO4. اعرفها ازاي؟ عندي كام O4 اعمل كده، عندي كام H2 اعمل كده، يعني ايه؟ الاثنين H دول هيمسكوا مع اتنين O من الاربعة، كام O3؟ اتنين، يبقى الاس عندها اتنين فري وفي اتش مع الاو كده اتنين. عندي اتنين اكسجين يبقى ده كده هنشوف هو اقوى ولا لا. لو عنده العدد الاكسجين هنا اعلى هيبقى هو الاقوى. طب تعالى كده اتش 3 بي او 4 اعمل ايدي كده او 4 كم اتش 3 اهو اتبقت او واحده، يبقى البي معاها او وفي 3 في 3 OH. طب هنا عندي O واحدة وهنا عندي 2، عدد الأكسجين هنا أكبر يبقى ده أقوى، يبقى H2SO4 أقوى من H3PO4. السبب number of oxygen free. طيب بعد كده الأكسيديشن number، خلي بالك من حاجة، أنا كده زي ما عمل لك revision أو بذكر لك الحتة دي. الاكسديشن نمبر كان بيبقى مختلف ما عدا في اسس ان 1A كلهم بوزيتيف 1 مفيش حاجه تانية، وان 2A كلهم بوزيتيف 2 مفيش حاجه تانية، وان اي اليمنت لوحده اي اليمنت لوحده بزيرو، والهيدروجين عنده بوزيتيف 1 وعنده نيجاتيف 1، بوزيتيف 1 ان جنرال ونيجاتيف 1 with hydride، نيجاتيف 1 with hydride. طيب والاكسجين عنده نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف هاف and positive 2. عامه الاكسجين بوزيتيف اكيد اكيد مع الفلورين. طب اشمعنى الفلورين؟ لان الفلورين خلي بالك ان هو اعلى في الالكترونيجاتيفتي من الاكسجين. Negative 1 in super oxide. Negative half in super oxide. Negative 1 in peroxide. Negative 2 in normal بتاعي. يبقى الأكسديشن number negative 2 normally طبيعي. Negative 1 في البيروكسيد. Negative half في السوبر أوكسيد. Positive 2 مع الفلورين. في حاجة اسمها أكسجين فلورايد. طيب ده بالنسبة للأكسديشن مين؟ الأكسديشن نمبر. طب أنا هاجي دلوقتي أقول إيه كمان بقى؟ أقول كان عندنا حاجة اسمها أكسديشن and ريدكشن. باستخدام الأكسديشن نمبر إن أنا أعمل لها كالكوليشن، هنشوف دلوقتي أقدر أعرف الإليمنت ده حصل له اوكسيديشن ولا ريدكشن. يعني ايه اوكسيديشن وريدكشن؟ يعني انا داخل، انا ايمان اهو اليمنت داخل الكيميكال رياكشن، ما كنتش عامله ولا لوز ولا جيت، خارجه من الكيميكال رياكشن لقيتني عامله لوز. تسالني ميس انت كنت من شويه ولا عامله لوز ولا جين؟ قلت لك اه جوه الرياكشن عملت لوز. يبقى انا حصل لي جوه الرياكشن عمليه اوكسيديشن. علشان تعرف ده اوكسيديشن ولا ريدكشن بشوفك قبل الرياكشن كنت ايه، بعد الرياكشن انت ايه. طيب لو انت قبل الرياكشن داخل ايا كان الستيت بتاعتك وخارج قارنتك لقيتك جوه الرياكشن عملت لوز، يبقى اللي حصل لك اوكسيديشن. يبقى الاوكسيديشن دي لما لقيك عملت لوز الكترون. طب والريدكشن؟ لقيتك داخل من الرياكشن ايا كان الستيت بتاعتك، خارج واخد الكترون بالزياده، اه فيبقى انت كده حصل لك ريدكشن لان انت اخدت الكترون، يعني عملت ايه؟ جين. طب لو انا زي ما دخلت زي ما خرجت يبقى ولا لوز ولا جين. تعال نشوف زد ان بلس 2 اتش سي ال تدينا زد ان سي ال 2 بلس اتش 2. واحده واحده كده، احنا قلنا اي اليمنت لوحده بايه؟ زيرو. البالانس ماليش دعوه بيه، بيودي في داهيه. البالانس ماليش دعوه بيه، انا ببص على الاليمنت كاليمنت. الاتش اي فورمولا يا اولاد، اي فورمولا بتبدا ببوزيتيف والسكند بارت نيجاتيف.
اي فورمولا شمالك بوزيتيف ويمينك نيجاتيف، ده في كل الحالات. طب انت بوزيتيف يعني انت لوز، وانت نيجاتيف يعني انت جين. طب تعالى بقى الزد ان هنا انا مش عارف احسبها. هتحسبيها ازاي؟ ما انا عارفه، هقول عليه النون بلس السي ال نيجاتيف 1 تايم 2 ايكوال 0. الكلام ده كله، الكلام ده كله بايه؟ 0. ليه؟ لان مفيش اي تشارج فوق. طيب اكس نيجاتيف 2 ايكوال 0، ودي اكس ايكوال بوزيتيف 2 اهو. الاكس لوز تو الكترون، الزد ان لوز تو الكترون. طب هو داخل 0، هو الزد ان داخل 0 خارج، عملت له كالكوليت لقيته لوز 2. الراجل ده داخل ولا لوز ولا جين، خارج لوز 2. يبقى الراجل ده حصل له عمليه اكسديشن وهو ريديوسينج ايجنت. طب يعني ايه؟ يعني حصل له اكسديشن وفي حد حصل له ريدكشن. عندك اكسديشن عندك ريدكشن، نو اكسديشن نو ريدكشن، يعني نايذر نور، يا في وفي. فاهمني ازاي؟ طيب يبقى انا حصل لي اكسديشن لان انا لوز، فديت الالكترون بتاعي لحد، فانا ريديوسينج ايجنت ليه، فانا ريديوسينج ايجنت ليه. طيب مين بقى اللي حصل له وعمل جين؟ ده بوزيتيف 2 احنا قلنا اهو، وده نيجاتيف، وده لوحده. لا يا ميس ده اتش 2 والله لوحده، ما هوش حد غريب، يبقى 0. واحده واحده كده بقى، السي ال داخل نيجاتيف خارج نيجاتيف، داخل نيجاتيف خارج نيجاتيف، يبقى السي ال ما حصلوش حاجه، داخل نيجاتيف خارج نيجاتيف. خلي بالك الرياكشن ثلاث حاجات، زد ان واتش وسي ال، الرياكشن ثلاث حاجات. وخلي بالك برضو اكسديشن وريدكشن للرياكتنت، ريديوسينج ايجنت واكسيدايزنج ايجنت للرياكتنت. البرودكت دي الريزلت، اللي انا ببص كده على البرودكت اشوف اه انت بقيت كده يبقى انت، اه ده انت بقيت كده يبقى انت. يبقى اي اوكسيديشن او ريدكشن، اوكسيدايزنج ايجنت او ريديوسينج ايجنت، الحته دي ده كده اللي على اساسه بشوف، بقول السي ال انت نيجاتيف وخارجه نيجاتيف، يبقى انت زي ما انت، يبقى يا سي ال انت ما حصلكيش حاجه. الزد ان انت زيرو وخارجه بوزيتيف، يبقى انت عملتي لوز، يبقى سيادتك اوكسيديشن ريديوسينج ايجنت. يا اتش انت بوزيتيف خارجه زيرو، انت بوزيتيف خارجه زيرو، يبقى ايه؟ انت بوزيتيف خارجه زيرو يعني انت كنت لوز وخارجه ولا لوز ولا جين، يعني اخدتي الالكترون، يبقى الاتش بوزيتيف حصل لها ريدكشن وهي اوكسيدايزنج ايجنت. الالكترون اتنقل من الزد ان للاتش بوزيتيف، ده ما كانش عامل لوز، عمل لوز اهو، وده كان عامل لوز اخد الالكترون وطلع. يبقى الالكترون ترانسفيرد من الزد ان للاتش بوزيتيف، الالكترون ترانسفيرد من الريديوسينج ايجنت للاكسيدايزنج ايجنت. في عندنا دايجرام وانا حفظته لكم، لفوق اوكسيديشن لتحت ريدكشن، ده كان زيرو خارج بوزيتيف، يلا كده زيرو خارج بوزيتيف اوكسيديشن يا باشا، ده كان بوزيتيف خارج زيرو، كان بوزيتيف خارج زيرو ريدكشن يا باشا. شفتوا بقى؟ طيب واحدة كمان، ان اي او اتش بلس اتش سي ال ان اي سي ال بلس اتش 2 او. واحدة واحدة، ده بوزيتيف، الاو في كل حالاته نيجاتيف 2، الاتش في كل حالاته بوزيتيف 1، ما عدا لو مع ميتال، مفيش الاتش مع اكسجين مش اتاتش للان اي على طول، هو مع الاكسجين. ال H بوزيتيف 1 وال C L نيجاتيف 1. طيب ال N A بوزيتيف 1 ما عرفتي منين يا ميس؟ والله جروب 1 ايه؟ ما انا ما اشتغلش امتحان كيمستري او حل كيمستري من غير ما البريودك تيبل يبقى في وشي وقدامي، ما ينفعش، ما ينفعش بكل الحالات. طيب
ده نيجاتيف 1 ال H بوزيتيف 1 ال O نيجاتيف 2. تعال ال Na بوزيتيف 1 خارجه بوزيتيف 1 ما حصلهاش حاجه، ال O نيجاتيف 2 خارجه نيجاتيف 2 ما حصلهاش حاجه، ال H بوزيتيف 1 خارجه بوزيتيف 1 ما حصلهاش حاجه، ال Cl نيجاتيف 1 ال Cl نيجاتيف 1 ما حصلهاش حاجه، يبقى neither nor ولا اوكسيديشن ولا ريدكشن، مفيش اي تشينج اوكر، مفيش اي حاجه اتغيرت عندي. تمام، تعالوا نبدا نحل. هنا بيقول سوري هنا بيقول the oxidation number of S8 molecule equal، دي حاجة لوحدها، دي حاجة لوحدها، يبقى zero. The oxidation number of sodium in sodium hydroxide is sodium group 1A يبقى positive 1. The number of orbital in principal energy level، قانون الorbitals في principal energy level in square during the electrolysis of all the following compound hydrogen gas evolve at the anode. ما عدا مين؟ يعني ايه؟ يعني ايه الهيدروجين gas evolve at anode ما عدا مين؟ يعني الهيدروجين بوزيتيف سوري الهاي الهيدروجين نيجاتيف سوري ما عدا مين؟ يعني ايه anode؟ الانode انت خدتها في الفيزيكس انها البوزيتيف بول، كون ان الهيدروجين يطلع عندها يبقى هو كان نيجاتيف، يبقى هو كان نيجاتيف. الهيدروجين هنا مع الكالسيوم نيجاتيف 1، مع الصوديوم نيجاتيف 1، مع الليثيوم نيجاتيف 1، طب في الووتر بوزيتيف 1، طب في الامونيا بوزيتيف 1. طب عرفتي ازاي ده ميتال؟ عرفتي ازاي جروب 2A؟ افتح البريودك تيبل، ده في 2A يبقى ده ميتال، يبقى الهيدروجين نيجاتيف 1. ده في 1A يبقى ده ميتال، يبقى الهيدروجين نيجاتيف 1. ده في 1A يبقى ده ميتال، يبقى الهيدروجين نيجاتيف 1، وهكذا. ده الاكسجين، اي حد معاه هو بوزيتيف، انما الاكسجين بيكون نيجاتيف، يبقى الاجابه H2O. The oxidation number of superoxide، لازم يقول لي the oxidation number of oxygen. سوري في كلمه هنا missed. The oxidation number of oxygen in superoxide is negative half. اللي بعده the oxidation number of sulfur in sodium thiosulfate. طب تعالى بقى نحسب ده. Oxidation number in sulfur in sodium، تعالوا بس اكبر لكم الكلام احسن تكونوا مش شايفينه كويس. اهو تمام كده. هو عايز هنا السلفر، عاوز السلفر. طب ال Na انا لسه قايله لك ان ال Na بوزيتيف 1 اهي، بس دول اتنين يبقى تايم 2 بلس. هو عاوز السلفر، يعني السلفر هنا النون يبقى اكس، بس هما اتنين يبقى 2x بلس ال O نيجاتيف 2 تايم 3. الكلام ده كله ايكوال 0. ده بوزيتيف 2 بلس 2x نيجاتيف 6 ايكوال 0، دي مع دي 2x نيجاتيف 4 ايكوال 0، يبقى ال x ايكوال بوزيتيف 2. هتعملها ماثيماتيكالي ايكويشن عاديه خالص، بتعوض باللي انت عارفه. حاجه في 1a بوزيتيف 1 بس دول 2 يبقى تايم 2، ال s unknown يبقى 2x، ال o نيجاتيف 2 ما احنا حافظينها بس هما 3 يبقى تايم 3. مفيش اي باور فوق بساويه بالنيجاتيف بالزيرو. The oxidation number of chlorine in chlorine molecule، اي حاجة لوحدها بزيرو. The reaction represent an oxidation and reduction، عاوز يشوف ايه الكيميكال reaction اللي فيه oxidation و reduction. هنا كبر بوزيتيف او نيجاتيف، بوزيتيف وده نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، مفيش تغيير، بوزيتيف بوزيتيف، نيجاتيف نيجاتيف، مفيش تغيير. طب هل في هنا تغيير؟ هنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف 2، ها؟ فيش هنا برضو كمان تغيير.
طيب هل في هنا تغيير؟ هنا ال H positive positive. بص بقى ال S هنا كانت نيجاتيف لأن معاها جزء بوزيتيف، وال S هنا طالعة لوحدها تبقى إيه؟ زيرو. تاني ها ال H2S، ال H2S هنا ها دي إيه؟ بوزيتيف، وال S نيجاتيف طالعة لوحدها يبقى زيرو. يبقى في تغيير، كانت نيجاتيف بقت زيرو، نيجاتيف بقت زيرو، ده اوكسيديشن. تمام، نيجاتيف ما انا بعملها كده في دماغي اهو، بعمل كده نيجاتيف كانت زيرو في الدايركشن ده، يبقى هي ايه؟ اوكسيديشن. اكيد في ريدكشن، يبقى خلاص ده اوكسيديشن وريدكشن، هنا مفيش اي تغيير، يبقى الاجابه سي. ميس ما انت كنت متاكده انها سي، بصيتي على دي ليه؟ لا ما انا كده في الام سي كيو لازم نشوف كل الاجابات حتى لو لتر ايه هي الصح، لازم نبص على كل الاجابات. خلاص اللي بعده، the oxidation number of hydrogen in A is negative 1. negative 1 لما يبقى مع metal، ده non metal ده metal. عرفت منين؟ من البريودك تيبل، الكالسيوم موجود في 2A. اي element 1A او 2A ده metal صريح without except. all element in 1A و 2A metal صريحة. طيب which of the following changes oxidation process occur to vanadium. طيب هو بيقول لك هنا الاكسديشن بروسس حصلت لمين؟ خلي بالك انت لو هنمسكها بطريقه اعدادي، ان الاو لما بتزيد بيكون اكسديشن. طيب ما هنا الاو كانوا 2 بقوا 3، وهنا الاو كانوا 3 بقوا 5. هنا الاو قلت مستحيل دي، هنا الاو قلت مستحيل دي، يبقى يا ايه يا دي. اعمل ايه؟ احسب هنا وهنا، احسب الفانيديوم هنا وهنا، احسب الفانيديوم هنا وهنا، واشوف فين الاكسديشن يبقى صح. خلي بالك معايا، هو بيقول فانيديوم يبقى اكس بلس الاو نيجاتيف 2 تايمز 2 يبقى نيجاتيف 4 ايكوال 0، يبقى الاكس هنا بوزيتيف 4. طب هنا 2x، ليه قلت 2x؟ لانهم 2 فانيديوم بلس الاو نيجاتيف 2 تايمز 3 ايكوال 0، دول 6 هيروحوا الناحيه الثانيه بوزيتيف 6 ديفايدد 2 يبقى هنا بوزيتيف 3. بص كده كانت بوزيتيف 4 بقت بوزيتيف 3. لو عملنا كده 0 بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف 4، كانت بوزيتيف 4 اهي وبقت بوزيتيف 3. مشينا في الدايركشن ده صح؟ الدايركشن ده ريدكشن، يبقى دي الاكسديشن. لا احسبيها لي، حاضر. ال V2 يبقى 2X بلس ال O نيجاتيف 2 تايمز 3 يبقى نيجاتيف 6 ايكوال 0، هتروح بوزيتيف 6 يبقى هنا بوزيتيف 3، لأن بوزيتيف 6 ديفايدد 2 بوزيتيف 3. احسبوها انتوا فرق خارجية. طب هنا نفس الكلام، 2X ال O نيجاتيف 2 تايم 5 ايكوال 0، يبقى دي نيجاتيف 10، تروح الناحيه الثانيه بوزيتيف 10 على 2 يبقى بوزيتيف 5. بص بوزيتيف 3 بوزيتيف 5، بوزيتيف 3 بوزيتيف 5، مشينا في الدايركشن ده يبقى اوكسيديشن، مشينا في الدايركشن ده يبقى ريدكشن، يبقى الاوكسيديشن لده. يبقى حل الموضوع هنا ازاي؟ اول حاجه بشوف ايه؟ اول حاجه بشوف التغيير، عدد الاكسجين الزياده فين. طب ما هنا 2 اكسجين بقوا 3، هنا 3 بقوا 5، يبقى تنفع ايه ودي. رحت حسبت الاكسديشن نمبر في ايه، لقيت ان البوزيتيف قل يبقى ريدكشن، لقيتها في دي البوزيتيف زاد يبقى اوكسيديشن. When aluminium is oxidized forming aluminium positive 4 it lose the last electron from which sub level it to be. ليه بقى؟ هقول لك. الالومنيوم هنفتح البريودك تيبل هلاقي ان الالومنيوم 3A، يعني 13، يعني 1S2 2S2 2B6 3S2 and 3B1 and 3B1. خلاص كده. طيب هو بيقول ان هو لوس 4، اول الكترون من هنا، الثاني والثالث من هنا،
الرابع من هنا. فالرابع هيتشال من مين؟ من 2B. Which of the following elements is easy to be oxidized؟ مين في دول سهل oxidized؟ oxidized يعني ايه؟ يعني lose electron. مين في دول سهل عليهم يعملوا lose electron؟ السلفر في جروب 6A، المغنيسيوم في جروب 2A، البورون في جروب 3A، الارجون في جروب 0. طيب مين بالله عليك هيقدر يعمل لوز؟ اللي عنده اتوميك راديوس اكبر حاجه، يعني مين؟ يعني 2A. ليه؟ لان لما بمشي كده الاتوميك راديوس هيبقى بيقل. خلي بالك ان ده في بيريود نمبر 3 وده بيريود نمبر 3 وده بيريود نمبر 3، فهو حاططهم لي على نفس البيريود علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر يبقى نفس البروبرتس. فهنا هو جايب لي الثلاثه او الاربعه سوري في بيريود نمبر 3 عشان يبقى عندي افكت واحد بس، اللي هو ايه؟ اللي هو مين هيعمل لوز اسرع؟ طبعا جروب 2A اكبر راديوس فهيعمل لوز اسرع. اللي بعده، لما ال NO2 هتبقى N2O4، the oxidation number of nitrogen، حصل له ايه؟ احسبه. هنا x plus negative 2 time 2 equal 0، يبقى ال x equal positive 4. يا جماعة بتعملوها mathematical equation عادية خالص. هنا 2x plus negative 2 time 4 equal 0، يبقى 2x equal positive 8، يبقى ال x equal positive 4. ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. تخيل، تخيل ان O2 بقت N2O4 وما حصلش حاجة. يبقى انا ما انصدمش او ما تاخدش قرار واقول هنا 2 هنا 4 يبقى زادت 4، لا هو ما حصلش حاجة. وهنا neither nor، ولا oxidation ولا reduction، ما حصلش اي حاجة، هي زي ما هي. طيب which of the following statement which of the following is a strong oxidizing agent؟ يعني ايه strong oxidizing agent؟ يعني هيعمل gain اسرع حاجه. ما oxidizing agent يعني بيحصل له reduction، يعني بيعمل gain اسرع حاجه. اكيد طبعا الفلورين. ليه؟ لان هو اقل atomic radius وهيعمل gain اسرع حاجه. the oxidation number of phosphorus in B2O7 equal 40 negative 4. في هنا عندي باور، واخدين بالكم منه؟ negative 4. طيب ال B X 2X، يبقى ال B 2X، لان هو القانون عندي هو مين؟ الفوسفرس. 2X plus ال O negative 2 times 7، الكلام ده كله equal negative 4. يبقى انا هنا مش هساوي بالزيرو، لا انا هنا هساوي بنيجاتيف 4. طب ليه هعمل ايكوال نيجاتيف 4؟ لان عندي باور. طب ليه كنت بحط زيرو؟ لان ما عنديش اي تشارج او ما عنديش اي باور عندي. يبقى 2x نيجاتيف 14 ايكوال نيجاتيف 4، 2x نيجاتيف 14 ايكوال نيجاتيف 4، 2x ايكوال نيجاتيف 4 بلس 14، 2x ايكوال بوزيتيف 10، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 5. يبقى اعملها ماثيماتيكال ايكويشن عاديه خالص. يلا اقول لك ازاي تاني. بي 2 البي هي الانون، يبقى هما 2x اهي بلس الاو نيجاتيف 2، هما كام او؟ 7، يبقى نيجاتيف 2 تايم 7. الكلام ده كله ايكوال ايه؟ الكلام ده كله ده ايكوال نيجاتيف 4. يبقى 2x نيجاتيف 14 ايكوال نيجاتيف 4، يبقى 2x. طب اودي ده الناحيه الثانيه، نيجاتيف 4 بلس 14، يبقى 2x خلص دي مع دي بوزيتيف 10، يبقى ديفايد 2 في الاثنين يبقى بوزيتيف 5. كونسيدر ذا رياكشن، مدينا الرياكشن ده. which of the following is true about this reaction؟ مين في دول صح؟ each of hydrogen ion lose an electron، عشان كده الهيدروجين ريديوس. يبقى قبل ما اعمل اي حاجه اشوف هنا الزد ان زيرو، عم اعتقد هي دي اللي انا حلتها، ودي بوزيتيف. ماليش دعوه، ماليش دعوه بالبالانس. انا قلت ان البالانس بيودي في داهيه، وهوريك ان البالانس هنا بيودي في داهيه ازاي. البالانس بيودي في
السؤال ده جميل وفيه فكرة روعة. خلاص، يبقى أول حاجة أبص على الزد إن أهي، كنا حسبنا ده إن هو بوزيتيف 2، السي ال نيجاتيف 1، وده 0. Each of hydrogen ion lose an electron. هو الهيدروجين ايون لوز الكترون؟ لا، ده هو كان لوز وبقى زيرو. يعني هو جين مش لوز، ده هو كان لوز وبقى زيرو. طيب الزنك لوز تو الكترون عشان كده هو اوكسيدايزد، ولا الزنك جين تو الكترون بعد كده هو ريديوس، ولا الهيدروجين جين بعد كده اوكسيدايزد؟ ثواني، هو جين بتيجي معاها كلمة اوكسيدايزد؟ لا، هي لوز بتيجي معاها كلمة ريديوس؟ لا، لوز معاها اوكسيديشن وجين معاها ريدكشن. لوز معاها اوكسيديشن وجين معاها ريدكشن. طيب يبقى الزنك لوز تو الكترون اند ات اوكسيدايزد، ولا الزنك جين تو الكترون اند ات ريديوس؟ لا، الزنك لوز تو الكترون اهو اهو، وحصل له ايه؟ اوكسيديشن. لوز تو الكترون، ايوه، وحصل له اوكسيديشن. اللي بعده اوكسيديشن نمبر اوف صوديوم ان صوديوم بيروكسيد، الصوديوم في كل الحالات بوزيتيف 1، الصوديوم في كل الحالات بوزيتيف 1. كونسيدر ذا فولوينج رياكشن، مديك الايكويشن دي. ويتش اوف ذا فولوينج ديسكرايب، ثواني يا جماعه، عايز اعلمكم حاجه بقى. هنا اوكسيديشن جين غلط، ريدكشن جين صح، اوكسيديشن لوز صح، ريدكشن لوز دي غلط. يبقى انا بستبعد اتنين دايما من الاربعه، بيجيب لي اتنين مش نافعين. اوكسيديشن جين لا، الاوكسيديشن لوز، ريدكشن لوز لا، الريدكشن جين. طيب يبقى الاجابه يا بي يا سي. ذا رياكشن از ا ريدكشن رياكشن اند كروميوم جين 3 الكترون. معنى ان هو ريدكشن يعني جين، ولا الرياكشن از ان اوكسيديشن والكروميوم لوز 3 الكترون؟ هنا الكروميوم هحسبه، ركزوا معايا. الكروميوم انون، دول اتنين، يبقى 2x بلس الاو نيجاتيف 2 تايم 7، كل ده بزيرو، يبقى 2x نيجاتيف 14 ايكوال زيرو، يبقى 2x ايكوال 14، يبقى الاكس ايكوال 7. هنا ماليش دعوه بالبالانس، هنا السي ار بوزيتيف 3. السي ار، بصوا بقى الغلطه اللي احنا عملناها، ثانيه واحده معلش، في غلطه قويه عملناها. عملنا ايكوال 0 ازاي دي؟ ده في هنا ايه؟ ها، شفتوا الغلطه؟ خليني بقى اوريك حاجه. هنا في باور، يبقى ايكوال نيجاتيف 2، وهنا كمان ايكوال نيجاتيف 2، وهنا ايكوال نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 بلس 14، وهنا هتبقى ايكوال بوزيتيف 12 اوفر 2، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 6. هنا لو كنت عملت تايمز 2 كانت تبقى بوزيتيف 6 برضه، كان زمانك اتلخبط. هنا الاكس اللي هو الكروميوم بوزيتيف 3، يبقى هو كان لوز 6، بوزيتيف 6 يعني لوز 6، كان لوز 6 بقى 3، يبقى عمل ايه؟ زي ما انت شايف كده عمل جين، يبقى عمل جين ويبقى هو ريدكشن. تاني يا جماعه، ممكن نعملها كده بالمنظر ده، مش احنا قلنا اي تغيير كده اوكسيديشن واي تغيير كده ريدكشن؟ طب بوزيتيف 6 هنا وبوزيتيف 3 هنا، هو كان بوزيتيف 6 ايوه وبقى بوزيتيف 3، اتحرك كده ولا اتحرك كده؟ اتحرك كده، يبقى هو ايه؟ ريدكشن. يبقى تاني عاوز تفهمها بدماغك، عاوز تساله يعني ايه بوزيتيف 6؟ يعني لوز 6. يعني ايه خارج بوزيتيف 3؟ يعني عملت جين وبقي لي 3، لسه لوز 3 بس. يبقى انت كنت بوزيتيف 6 وبقيت بوزيتيف 3، اتحركت كده، يبقى ريدكشن، يبقى لتر بي. طب واحده كمان، هنا بيقول لك ايه؟ The following species act as oxidizing agent. Oxidizing agent يعني حصل له ريدكشن، يعني عمل جين. لازم اكتب الحاجات دي قبل ما اشوف ايه اللي حصل. واللي بيحصل له ريدكشن وبيعمل جين احد الرياكتنت مش البرودكت، يعني السي يو لا والووتر لا. يبقى الاجابه يا ايه يا بي. يبقى الاول استبعد قبل ما ابتدي اي شغل.
بيستبعد اللي مش نافعين في الاكسديشن والريدكشن. الموضوع ده which of the following species act as oxidizing agent يعني حصل له ريدكشن يعني عمل جين. هنا ال Cu positive 2 وال O negative 2 وال H 0. هنا ال Cu 0 وال H positive 1 وال O negative 2. ده لوحده بزيرو وده لوحده بزيرو، خلاص كده. طب انت كنت positive 2 بقيت زيرو، ارسم كده positive 2 اهي بقيت زيرو، هنا مشيت في الدايركشن ده يبقى ريدكشن، يبقى انت عملت جين. ده مين ده؟ ده ال Cu، ده ال Cu اللي في ال Cu. شفت بقى ازاي؟ يبقى تاني انا الهيدروجين هنا زيرو بقى positive 1، زيرو بقى positive 1 هيمشي في الدايركشن ده يبقى اوكسيديشن. What is the oxidation number of fluorine in OF2؟ الفلورين مالوش غير نيجاتيف 1، وما تعملهاش عشان ما تخسرش لان انت هتعمل ايه؟ هتعوض هنا عن الاو ببوزيتيف 2. طب ليه هعوض هنا عن الاو ببوزيتيف 2؟ لان انا قلت ان الاو يا نيجاتيف 2 يا نيجاتيف 1 يا نيجاتيف هاف يا بوزيتيف 2. بوزيتيف 2 مع الفلورين، ونيجاتيف هاف لما يقول لي سوبر اوكسايد، ونيجاتيف 1 لما يقول لي بير اوكسايد، ونيجاتيف 2 في كله بقى. فهنا فلورين فالاكسجين هنا بوزيتيف 2، يبقى الفلورين الفلورين نيجاتيف 1 في كل حالاته، ما بيعملش حاجه غير كده. The summation of oxidation number of both hydrogen and oxygen in H2 equal 0. اي مجموع لاي تشارج في كومباوند المفروض يبقى 0. ازاي يا ميس؟ اهو اهو بص H2O هنا ال H positive 1 بس كام واحدة؟ 2 time 2 يعني positive 2. طب وال O negative 2 فمجموعهم ايه؟ ها فمجموعهم ايه؟ ده مع ده فمجموعه كام؟ 0. يبقى اي صم لاي تشارج عندي بيبقى المجموع بتاعه 0. The conversion of iron 3 into iron 2 is A. iron 3 اكتب كده، iron 2 اكتب كده، iron 3 اكتب كده و iron 2 اكتب كده. positive 3 positive 2 اعمل كده، positive 3 هنا positive 2 هنا، اتنقلت كده. يبقى عملية reduction، يبقى excitation process lose oxidation reduction. مبدئيا كده ما كانش ينفع يجيب lose و oxidation في نفس الاختيارات، فهي مش oxidation اصلا، بس احنا بنشرح عشان ايه لو جاب اختيارات تانية. Which of the following reaction represent oxidation reduction reaction؟ مين في دول oxidation reduction؟ لسه حلينه كان ده. Which of the following atom that have the following electronic configuration can form the highest number of oxidation state in different compound؟ مين في دول هيعمل اعلى عدد من oxidation state؟ مبدئيا كده لما يبقى عندي 4s فانا هعمل لوز من ال 4s بعد كده ال 3d، يعني هعمل لوز 2 بعد كده ال 2 وال 1 ده هعمل لوز 3، ده هعمل لوز 2 بعد كده لوز 3 بعد كده لوز 4 اللي هو ده وده التوتال 4. هنا هعمل لوز 2 بس لان ده 10 فمش هقدر اخد منه حاجه، هنا هعمل لوز 2 لوز 3 لوز 4. ايه ده يا ميس هتكمل لغايه فين؟ لوز 5 لوز 6 لوز 7. ليه؟ بكمل لغايه لما اوصل للتوتال. هما 5 الكترون في الدي، هعمل لوز 2 من هنا بعد كده 1 من هنا، لوز 2 من هنا بعد كده 2 من هنا، لوز 2 من هنا بعد كده 3 من هنا وهكذا. يبقى ده اعلى عدد من الايه؟ من الستيتس. The oxidation number of phosphorus in phosphate ion is، عاوز الفوسفرس يبقى مكانه ايه؟ اكس، يلا ساعدوني. بلس الاو نيجاتيف 2 تايم 4، هما نيجاتيف 2 عندي 4 يبقى نيجاتيف 2 تايم 4. الكلام ده كله ايكوال للتشارج اللي هو نيجاتيف ايه؟ 3. الكلام ده كله ايكوال لنيجاتيف 3، يبقى اكس نيجاتيف 8 ايكوال نيجاتيف 3. ودي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف ايه؟ 5. اهي الاكس ايكوال بوزيتيف 5.
اللي بعده the following equation show an oxidation reduction. هو بيقول لك ان فيها oxidation reduction. مين عمل gain؟ يعني مين حصل له reduction؟ اللي عمل gain حد من هنا او هنا، اللي حصل له reduction حد من هنا او هنا، ال oxidizing agent او reducing agent حد من هنا او هنا، يبقى ولا ده ولا ده، استبعد دول. بعد كده ابتدي اشوف ال NA هنا، ماليش دعوه بالبالانس، البالانس اوت مني. ال NA هنا زيرو، ال NA زيرو. طيب هنا بوزيتيف 1، اه خلاص دي زيرو بوزيتيف، يبقى دي حصل لها ايه؟ لوز. اه طب اعملها ازاي؟ اهو الزيرو هنا، البوزيتيف اهو، همشي في الدايركشن ده اوكسيديشن، كده اوكسيديشن، كده ريدكشن. يبقى هنا زيرو بوزيتيف، يبقى ده اوكسيديشن، يبقى دي لا، يبقى هي دي. لا 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 اتاكدي، حاضر. هنا الاتش بوزيتيف خارجه ايه؟ زيرو. الاتش بوزيتيف 1 ايوه وخارجه زيرو اهي، كده اوكسيديشن، كده ايه؟ ريدكشن. دايركشن ده ريدكشن. ايدنتيفاي ذا اوكسيدايزنج ايجنت اند ريديوسينج، and which of the following reducing agent respectively، بالترتيب من الاكسيدايزنج من الريديوسينج. in the following الاكسيدايزنج والريديوسينج حد من دول، يبقى مفيش اجابه يبقى فيها Cr2O7، دي ما تنفعش. مفيش اجابه يبقى فيها Cl2، مفيش اجابه يبقى فيها 2H بوزيتيف، يبقى دي كمان ما تنفعش. يبقى الاجابه يا A يا B، يا ايه يا بي. يبقى انا استبعد عشان اسهل على نفسي. بص عكسي ما بين الاثنين، فانا هشوف واحده وبعد كده اشوف الباقي، ماليش دعوه بالبالانس. حسبنا دي من شويه كانت بوزيتيف 6 دي، وهنا السي ار بوزيتيف 3، هو كاتب لي عليها بوزيتيف 3 لو مش واضحه. اعمل خط الاعداد بتاعي واقول بوزيتيف 3 هنا وبوزيتيف 6 هنا، اتنقلت من بوزيتيف 3 لبوزيتيف 6، اتنقلت كده يبقى حصل لها ريدكشن، يبقى هي اوكسيدايزنج ايجنت، يبقى هي اوكسيدايزنج ايجنت، يبقى هي اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى السي ار او ابدا بيها لانه سالني على الاوكسيدايزنج ايجنت، بعد كده على الريديوسنج ايجنت. طالما حصل لها ريدكشن يبقى هي اوكسيدايزنج ايجنت. طب تعالى عشان نتاكد، السي ال اشوف هنا السي ال، ماليش دعوه بالبالانس، الله يكرمك، كل مرة بقولها عشان نفتكر. السي ال انون، الاو نيجاتيف 2 تايم 3 كله ايكوال نيجاتيف 1، اكس نيجاتيف 6 ايكوال نيجاتيف 1، اكس ايكوال بوزيتيف كام؟ 5. هنا اكس نيجاتيف 2 تايم 2 ايكوال 0، اكس ايكوال بوزيتيف ايه؟ 4. تعالى بوزيتيف 5 هنا وبوزيتيف 4 هنا، لما بتحرك كده من بوست كده في الدايركشن ده، يبقى كده ايه؟ اوكسيديشن، يبقى هو ريديوسينج ايجنت. فعلا ده ريديوسينج ايجنت اهي، ده الاول بعد كده ده. Which of the following represent an oxidation reduction reaction؟ مين في دول اوكسيديشن وريدكشن؟ نشوف هنا مفيش اي تغيير، هنا مفيش اي تغيير، هنا بص الاس نيجاتيف اهي، بص الاس لوحدها لوحدها اهي تبقى زيرو، الاس هنا نيجاتيف والاس هنا زيرو، في تغيير حصل؟ اه في تغيير حصل، يبقى هي دي. هنا مفيش اي تغيير. عشان تنجز وقتك، لو عندك وقت ممكن تعمل عليها ريمارك صغيره كده، ممكن ترجع لها بعدين. consider the redox reaction، بيقول لك ده ده ريدوكس رياكشن. يعني ايه كلمه ريدوكس؟ ريدوكس يعني اوكسيديشن وريدكشن نفس الوقت، ريدوكس معناها اوكسيديشن وريدكشن نفس الوقت. which of the following statement is correct؟ كبر ريديوس، سلفر اوكسيدايز. طب معلش ثواني، هو الريديوس من 0 ل 1؟ اه كده ريدكشن. طب ريديوس من 1 ل 0؟ لا دي اصلا غلط. شفتوا بقى انا بستبعد ازاي قبل ما اجاوب؟ بستبعد ازاي قبل ما اجاوب؟ خط الاعداد في دماغي، اي تغيير في الحاله دي اوكسيديشن، اي تغيير في الدايركشن ده ريدكشن. هنا 0 1 0 1، انا اللي اتلخبطت،
زيرو وان اوكسيديشن. سوري سوري ها زيرو وان اوكسيديشن. يبقى ما ينفعش يقول ريديوس وهو من زيرو لوان، ما ينفعش. طب من وان، من وان اهو لزيرو اه ريدكشن ماشي. الكبر اوكسيدايز من وان لزيرو، هو من وان لزيرو يا جماعه، من وان لزيرو كده اوكسيدايز؟ لا. يبقى الاجابه يا بي يا مين؟ يا دي. يبقى يا بي يا دي. واحده واحده بقى نبص على الكبر. الكبر هنا زيرو. طب وهنا نقول السي يو 2 اكس، لان هو قايلها سي يو 2 بلس الاو نيجاتيف 2، ماليش دعوه بالبالانس. الكلام ده كله ايكوال ايه؟ زيرو. ودي النيجاتيف 2 الناحيه الثانيه، يبقى 2 اكس ايكوال بوزيتيف 2، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 1. يبقى الكبر كان بوزيتيف 1 وزيرو، وبوزيتيف 1 لزيرو ده عمليه ايه؟ ريدكشن اهو. طب ليه انا استبعدت اجابتين من البدايه؟ عشان ما اقعدش اضيع وقتي في ده وبعد كده اشوف السلفر. لا، انا بشوف بستبعد الاجابات الغلط اصلا علشان خاطر اظبط نفسي واكون مركزه في حته ايه؟ حته واحده. يبقى هو من، هو كان بوزيتيف 1 وبقى زيرو، يبقى كان بوزيتيف 1 وبقى زيرو، مش كان زيرو وبقى بوزيتيف 1. خلاص كده؟ طيب fill the blank. Hydrogen will usually have an oxidation number of A except in hydride where it will be. بيقول لك الهيدروجين يوجوالي بوزيتيف 1 ما عدا ايه؟ الهيدرايد بيكون نيجاتيف 1 اهي. بيقول لك هنا consider the reaction، مديك الايكويشن اهي. Which of the following best describe the reaction؟ منجنيز جين اوكسيدايز. ينفع يا جماعه كلمه جين واوكسيدايز؟ لا. منجنيز جين ريديوس اه ينفع. لوز اوكسيدايز ينفع. لوز ريديوس غلط. طيب تعال نبص على المنجنيز. المنجنيز هحسبه هنا، مش دعوه بالبالانس. الكي في 1 اي يبقى بوزيتيف 1 بلس الان ان اكس بلس الاو نيجاتيف 2 تايم 4. الكلام ده كله ايكوال زيرو. طيب تعالى بقى الاكس هتطلع ايه؟ بوزيتيف 7. يبقى المنجنيز هنا بوزيتيف 7. طيب وهنا بوزيتيف 2 بلس اكس جين 3 الكترون. طيب بلس اكس نيجاتيف 2 تايم 4 ايكوال 0. هنا بقت ايه؟ بقت 6 ايكوال 6. طب وهنا اكس نيجاتيف 2 تايم 2 ايكوال 0. الاكس ايكوال بوزيتيف 4. المنجنيز كان بوزيتيف 7 بعد كده بقت بوزيتيف 4. اعمل خط الاعداد بتاعك. بوزيتيف 7 كانت بعد كده بقت بوزيتيف 4، يعني في الحركه دي يبقى هي ريديوس. يبقى انا هختار انها عملت جين ريديوس. استبعد، بعد كده اعمل فوكس على اللي انت عاوز عليه، تعمل عليه كالكوليت، بعد كده تحل. اللي بعده what is the oxidation number of transition metal ان ده؟ فين الترانزيشن ميتال؟ الومنيوم ده في جروب 3A يبقى ريبريزنتيتيف، طبعا مش الاكسجين، يبقى هو ده. خليك معايا بقى 2 تايم بوزيتيف 3، طالما 3A يبقى بوزيتيف 3 بلس ده كده اهو. دي بوزيتيف، دي يا جماعه اتشارج، مش علامه يعني، مش بلس. السي ار اكس بلس نيجاتيف 2، الكلام ده كله نيجاتيف 2 تايم 4، الكلام ده كله تايم 3، يبقى بوزيتيف 6 بلس 3 اكس، 3 ده تدخل هنا، بلس نيجاتيف 2 تايم 3 نيجاتيف 6 تايم 3 نيجاتيف 18، يبقى بوزيتيف 6 بلس 3 اكس نيجاتيف 18 ايكوال 0. خلص دي مع دي، يبقى 3 اكس ايكوال هنا تبقى بوزيتيف، هتروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف 12، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 4. 2 بلس بوزيتيف 3 بوزيتيف 6، ال 3 هنا 3 اكس 8 هنا مش كده، هنا م-
مش 18، خلي بالكوا ده 24. هتبقى بالنسبة لك أفضل لما تعملها على الكالكوليتر، بس ما تنساش بس البراكتس الله يكرمك. ها نيجاتيف 24 عشان نيجاتيف، لا ازاي؟ انا عاملاها هنا في 2 هي 3 وهي 4، هي 4 نيجاتيف 2 تايمز 4 يبقى نيجاتيف 8 تايمز 3 نيجاتيف 24 صح كده؟ يبقى هنا نيجاتيف 24، هتخلص دي مع دي توديها الناحية التانية يبقى بوزيتيف 18، يبقى بوزيتيف 18 يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 6. تعالوا نشوف هنا بقى What is the electronic configuration of manganese? ها MnSO4 all by 3. هو عاوز الالكترونيك configuration of manganese. خلي بالك ان هو عايزه مانجانيز ايون. هو عاوزه مانجانيز ايون، مش اكيد مش عاوزه مانجانيز. ممكن تبقى ميستيك في الكتابه. يعني ايه مانجانيز ايون؟ يعني اشوفه لوس كام واشيله. في هنا تركه جامده قوي. هنا هعمل المنجنيز اكس وهما 2 يبقى 2x بلس الاس او 4 اشتغلها انها كلها نيجاتيف 2 تايم 3 يبقى الاس او 4 مش هشتغل الاس لوحدها والاو لوحدها. ليه؟ لان لما هاجي اشتغل الاس لوحدها والاو لوحدها هعوض بالاس بوزيتيف 6، فبلاش الدربكه دي. في عندنا جروبس هكتبهم لك اهو، اس او 4 نيجاتيف 2، ان او 3 نيجاتيف 1، BO4 نيجاتيف 3. لو لقيت الجروب كده هعوض عنه بالارقام دي. الكلام ده كله ايكوال 0 يبقى 2x نيجاتيف 6 ايكوال 0 وديها يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 3. الاكس لوز 3 اللي هو المنجنيز. لوز 3 ازاي بقى؟ هو 25، بص السهم كده هو 25، هو ارجون 18 4s2 and 3D5 هو كده. معنى ان هو لوز 3، التريكه بقى اللي انا كنت قايله لكم عليها زمان، انه بيعمل لوز من الفور اس الاول، بيعمل لوز من الفور اس الاول. ليه؟ لانها الاوتر موست سب ليفل، اوتر موست انرجي ليفل، عندها اقل اتراكشن فورس، عندها اقل هتحتاج سوري اقل ايونيزيشن انرجي، فهي هتعمل لوز دول بعد كده 1 الكترون من هنا، فهيبقى الاجابه دي. خلاص هتبقى الاجابه دي لانها هتعمل لوز 2 من هنا 1 من هنا، فهتبقى الاجابه دي. What is the symbol of element which is the strongest reducing agent؟ يعني ايه reducing agent؟ يعني ايه reducing agent؟ reducing agent يعني حصل له oxidation، يعني عمل لوز. طيب Li ولا Na ولا K ولا argon؟ الارجون noble gas. طيب in the periodic table which contain the element which has the highest electronegativity in modern periodic table. ثانية واحدة كده. What is the symbol of element which is the strongest reducing agent in the period which contains the element which has the highest electronegativity؟ مبدئيا كده يا جماعه الحته دي كلها ملهاش علاقه بالاختيارات. عارف ليه؟ لان الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم كلهم جروب 1A، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، ودول عندهم اقل electronegativity، فهو بشكل السؤال مش متركب على التشويسز. فانسى الحته دي كده، وانا هقول مين هو سترونجست ريديوسنج ايجنت؟ الكي. طب ليه الكي؟ ليه الكي؟ لان الكي اكبر اتوميك راديوس فيهم، يبقى هو الكي لان هو اكبر اتوميك راديوس فيهم. تمام كده. اتمنى ان يكون الاسئله النهارده فادتكم الافكار. طبعا انا بشرح ان انتوا عندكم المعلومات وحالين عليها قبل كده، فانا بشرح ان انت الحته دي اوكي. لو في اي سؤال انت مش متوضح بالنسبه لك او مش عارف الاساس بتاعه ممكن تبعت لي حضرتك وانا هرد عليك، ماشي؟ انما نسمع تاني، ممكن نسمع الشرح تاني. الجزء ده مهم قوي، الجزء ده هيجي عليه ما لا يقل عن 4 درجات 5 درجات، ده اقل حاجه، لان احنا عندنا النهارده شرحنا جزئيتين جايين مقالي اللي هي strength of acid، جاية مقالي اقسم بالله
بحلف بالله. strength of acid oxygenated والاكسديشن والريدكشن. السؤال المقالي ده على درجتين والسؤال المقالي ده عليه درجتين، بلس ان اكيد هتجيلك حاجه في المالتي تشويسز عندك، فهيبقى كده ما لا يقل عن 5 درجات هم في الحصه بتاعه النهارده. اشوفكم على خير. هنقول مواعيدنا ليله الامتحان، هيكون في ان شاء الله لايف قوي جدا على بيج دريم، هيكون على الاكونت الفيسبوك زي ما تميزنا في اللايف بتاع اولى ثانوي، هنتميز ان شاء الله في لايف تانية ثانوي، وتبقى الكيمستري هي النهاية السعيدة بتاعتنا اللي هو آخر امتحان بأجازة سعيدة بإذن الله. يلا أشوفكم على خير، والمواعيد هبقى أنزلها على الواتساب بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.